للمزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلينا مباشرة من دبي رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. أهلا وسهلا بك رائد. طبعا أبرز ما تترقبه الأسواق هذا الأسبوع كما ذكرت منذ قليل طبعا بيانات التضخم الأمريكية، وما إذا ستظهر مرة أخرى أن التضخم يبقى عنيدا في الولايات المتحدة على الرغم من بعض البيانات الضعيفة التي كنا رأيناها، إن كان بيانات الوظائف الأمريكية خارج القطاع الزراعي وأيضا النمو الاقتصادي في الربع الأول من هذا العام. بالتأكيد نحن شفنا مجموعة من البيانات التي ضغطت بشكل كبير على أن يكون هناك قرار للفدرال الأمريكي بتقليص أسعار الفائدة، لأنه نحن الضعف اللي شفناه بسوق العمل والوظائف يظهر أن هناك نوع من التراجع والضعف في الاقتصاد الأمريكي، وربما اضطر الفدرال الأمريكي إلى تقليص أسعار الفائدة. ولكن الكلمة الفيصل بالنسبة للفدرالي أعتقد هي ليس فقط ضعف سوق العمل، لأنه كان هناك سبق ونوه جيروم باول في أكثر من اجتماع الفيدرالي أنه سوف نرى هذا الضعف، وبدأنا نرى هذه البيانات على الرغم من أنه معدلات البطالة لا تزال دون مستويات 4%. ولكن في جانب آخر مهم، الأنظار تتجه نحو التضخم الذي يجب أن يعود مرة أخرى إلى المسار المنخفض بعد القراءة الأخيرة التي أظهرت ارتفاع ربما عن الربع الأول من العام الحالي، وبالتالي نحن ننتظر قراءة ربما تظهر لدينا بعض التراجعات، لكن نحن عم نشوفه عند 3.4%، لا تزال بعيدة نسبيا عن مستويات المستهدف عند 2%، وهذا ما قد يبطئ عملية تقليص أسعار الفائدة أو يبعد نوعا ما ويؤجل موعد تقليص أسعار الفائدة ربما حتى شهر سبتمبر وما وراء ذلك. احتمالية أن يكون هناك تقليص في اجتماع شهر جون، أعتقد هذا عمل سوف يكون صعب جدا تحقيقه، والاحتمالية هذه بدأت تظهر بعيدا من الصورة، وتحتاج إلى أن يكون هناك انخفاض حاد في التضخم، وفي نفس الوقت يكون هناك ضعف أكبر في قطاع العمل وفي النمو كذلك الأمر، حتى يتم يعني وضع احتمالية تقليص أسعار الفائدة في شهر يونيو، وهذا أمر نسبيا مستبعد. يجب أن ننظر في أن بيانات التضخم التي تصدر، ننظر في مفرداتها ونرى مصادر هذا التضخم، هل هي العناد الذي تتصف به هذا التضخم، هل هو متأتي حقيقة من أنه بشكل عام على القراءة عامة، أم هي على personal consumption expenditure أو هو الاستهلاك الشخصي، هو الكلمة الفيصل ربما تكون أكثر بالنسبة للفدرال الأمريكي، لأنه يريد أن يرى تراجع في هذا المؤشر بشكل أكبر من قراءة التضخم السي بي آي اللي ننتظره هذا الأسبوع، أو حتى القراءة الأساسية التي تستثني الغذاء والطاقة. فعلا يعني اليوم الأسواق تسعر أنه البنك المركزي الأوروبي سيخفض الفائدة ب 68 نقطة أساس هذا الأسبوع مقابل 45 نقطة أساس من التخفيض للفيدرالي الأمريكي، وأيضا يعني كنا نتطلع إلى أي تصريحات بشأن سياسة الفائدة في إنجلترا. اليوم هل برأيك أنه قد نشهد تخفيض للفائدة أولا من قبل بنك إنجلترا أو البنك المركزي الأوروبي، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنه أيضا في بريطانيا السقف الموضوع بالنسبة لأسعار الطاقة ينتهي من قبل الحكومة ينتهي في يونيو، واليوم هل برأيك أنه بنك إنجلترا سيخاطر بتخفيض الفائدة قبل أن تتضح الصورة بشأن ما إذا هذا السقف سيتجدد، وبالتالي إن لم يتجدد هذا سينعكس سلبا ربما على التضخم؟ حقيقة تماما، يعني احنا هذا السقف يستنزف الحكومة ويستنزف الاقتصاد بشكل عام. ما نريد الإشارة إليه لأنه فعلا الوضع في المنطقة الأوروبية وفي بريطانيا على سبيل المثال أصبح أكثر سوءا فيما يتعلق بمخاوف الركود والانكماش الاقتصادي، وبالتالي بقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة يضر كثيرا بالاقتصاد، على الرغم من أن التضخم أظهر بعض التعافي، ولكن قوة وارتفاع
ارتفاع أسواق الطاقة تضغط بشكل واضح على مؤشرات التضخم أو مؤشر أسعار المستهلكين، وبالتالي هذا قلق. ولكن القلق الأكبر أنه يكون في عندنا انغماس أكثر بالانكماش أو الركود الاقتصادي داخل المنطقة الأوروبية، ورأينا ذلك من نبرة الحديث في المركز الأوروبي ونبرة الحديث في المركز البريطاني، التوجه نحو تقليص أسعار الفائدة بعد أن بدأنا العام حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية احتمالية التقليص هي الأكبر. الآن بدأنا نرى الأوروبي والمركز البريطاني مقتربين أكثر إلى القيام بالتقليص، ولكن مقدار التقليص وكمية تقليص أسعار الفائدة أعتقد لا تزال لدى الفيدرال الأمريكي أريحية أكبر في تقليص أسعار الفائدة، خصوصا أنه هي فوق مستويات 5.5% عند المركز البريطاني 4.5% تقريبا. فبالتالي إمكانية التقليص ومدى بقاء أسعار الفائدة في ترند هابط ربما تكون يعني يوجد أريحية لدى الفيدرال الأمريكي بالمقابل الأوروبي والمركز البريطاني، وهذا سوف يجعل هناك نوع من التقلب نوعا ما الحاد الذي قد نشهده إما في سوق العملات أو في أسواق الأسهم لهذه المنطقة. نحن مقبلون أيضا على فصل الصيف، وممكن يكون في عندنا استهلاك أكبر وارتفاع ربما أكثر في أسعار الطاقة، فذلك يضغط أيضا كذلك الأمر على مستويات التضخم. بالتالي القرار حاسم فيما يتعلق بالمنطقة الأوروبية أو المركز الأوروبي وبنك المركزي البريطاني فيما سوف يكون هناك تقليص. أعتقد يوجد تقليص هذا العام ربما أبكر من الذي سيصدر في الولايات المتحدة الأمريكية الذين قد يؤخرون ذلك حتى بداية الربع الرابع من هذا العام. رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في شركة أكويتي جروب، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.